عقب المكرونه جديده صح، بس حلوه جدا. هنحتاج فيها مكرونه اللي هي المقصوصه تبقى معموله بالشكل اللي انتم شايفينه ده، يعني مسلوقه كويس جدا، مسلوقه معايا ال 20 دقيقه بتاعتها. بعد ما بطلعها باخدها واحطها في ميه ساقعه 5 دقائق بس، لحد ما ممكن يعني يفضل انه يبقى فيه كمان تلج معاكم في الموضوع، يعني في الميه اللي هتحطوا فيها المكرونه نحط فيها شويه تلج. بعد كده نقوم واخدين اللهم صل على حضره النبي، نقوم واخدين المكرونه حاطين عليها معلقه زيت عادي او معلقه زبده او سمنه براحتكم خالص، ونخليها تهدى خالص وتستقطر من الماء او تنزل الميه بتاعتها كلها. احتاج سلامي يكون متقطع صغير جدا، بيض، فلفل بابريكا، وشويه بهارات مشكله. هنضرب البيض بتاعنا، هخلطه اهو بالشكل ده، ما بخلطوش كتير قوي، هو حاجه بسيطه. خليني اطلع السبايركس اللي هنحط فيها، نتبل ملح وفلفل طبعا، شويه بهارات اهو، شويه فلفل بابريكا والملح اهو، قلنا الفلفل الاسود، ما تكتروش دايما الفلفل الاسود في الحاجات دي بالذات عشان ما تبقاش معاكو صعبة وتغمق لكم لون البيت تماما. انا هاخد شوكة، يا الله اهي بالشكل ده، نخلط كويس جدا. عايزة التوابل بتاعتي كلها تتخلط. عايزة اقول لكم بيبقى الموضوع رائع بصراحة، طعمه بيبقى حلو قوي. هنزل المكرونة بتاعتي في البيض بالطريقة دي، يعني طريقة سهلة جدا 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 وبسيطة. بصوا، حطيت طبقة، حطيت سلامي وحطيت طبقة. احنا عارفين السلامي عشق الاطفال الزغنططين، يعني بيحبوه جدا. هاخد انا هنا السلامي بتاعي، خلوني نحطه بالطريقة دي اهو بالشكل ده، وهندخله الفرن على طول دلوقتي حالاً.